مراسلينا الآن من القدس أحمد الدراوشة ومن واشنطن عماد الرواجد. أبدأ معك أحمد بتصريحات نتنياهو منذ قليل، وهيئة البث تقول بأن اجتماع مجلس الكابينة الحربي والسياسي سيتم دون أيزنكوت وبيني غانتس. بالفعل جمال، لكن أبدأ بهذا الخبر العاجل. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعمم رسالة لقائد فرقة غزة العميد أفي، يعلن فيها عن استقالته من منصبه. حتى الآن هو من أعلى الضباط الذين استقالوا. استقالته ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وعلل الاستقالة في الرسالة التي نشرت بأن سببها هو الفشل في منع عملية 7 أكتوبر. قال إن الحرب اندلعت فجأة، وإن فرقة غزة فشلت في حماية البلدات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وفشلت في حماية آلاف السكان، وفشلت أيضا في حماية آلاف المحتفلين في تلك المنطقة. للتذكير، حركة حماس استهدفت قاعدة رعيم وهي مقر فرقة غزة. قائد هذه الفرقة أسير في قطاع غزة وهو أساف حمامي، بالإضافة إلى أن الشخص الذي سيترأس هذه الفرقة، سيقود هذه الفرقة، هو براك حرام، العقيد براك حرام، الذي قتل أو يشتبه أنه قتل 13 أسيرا إسرائيليا في منطقة في غلاف غزة في معارك 7 أكتوبر في كيبوتس بئري. بمعنى أن هذه الاستقالة الآن تتسبب بنوع من الخلافات داخل الجيش الإسرائيلي. أولا أسباب الاستقالة، ثانيا من سيكون الخليفة، خصوصا أن براك حرام وهو المرشح لخلافته فتحت ضده تحقيقات خلال الفترة الماضية، بالتالي هناك تقديرات بألا يتولى قيادة هذه الفرقة المحورية في الجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن الحرب في قطاع غزة طالما أن هذه التحقيقات لم تنتهي. فيما يتعلق بالتطورات السياسية جمال، فإن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بدأ منذ قليل. لم يدعى غانتس وأيزنكوت إلى هذا الاجتماع. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في عقد مؤتمر صحفي بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده غانتس بعد أقل من ساعة من الآن، لكنه تراجع عن هذا الأمر وقرر عقد اجتماعين. الأول لمجلس الحرب الإسرائيلي بدأ منذ قليل، لكن الاجتماع الآخر هو للكابينت الأمني والسياسي الذي سيعقد بالتزامن مع حديث غانتس. يريد نتنياهو من خلال تحديد موعدين لهذين الجلستين بأن يقول أولا إن نتنياهو حساباته أمنية، يريد الاستمرار في هذه الجلسات الأمنية، وكأن الحرب ستدار بصورة طبيعية في ظل غياب غانتس وأيزنكوت عن مجلس الحرب وعن الكابينت الأمني والسياسي. وهو أيضا يتهم هذين الوزيرين بأنهما يقومان بحسابات سياسية رخيصة بحسب ما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم تسريبات عنه خلال لقاء مع عائلات جنود إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة. جملة من التصريحات التي جاءت خلال الساعتين الأخيرتين، أبرزهما من نتنياهو ومن وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، قللا فيهما من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قريبا. شكرا جزيلا لك أحمد الدراوشة.